بسم الله، دلوقتي معادنا مع هيتنج اند كولينج لودز. ده موجود في قناة انالايز، ودي تغني عن برنامج الهاب والبرامج المماثلة، الا لو انت متعود عليهم فممكن ان انت تشتغل بيهم عادي. مش لازم ان انت تستخدم الهيتنج اند كولينج لودز الموجودة في الريفت. بدوس عليها بيطلع البرنامج، اقدر ابص المبنى من كذا جهة زي ما انا عايز. اقدر اقول له لا انا عايز اشوف الشيدنج بشوار فريم. اقدر اخش في البيلدنج تايب واللوكيشن والبيلدنج سيرفيس وكل حاجه دي، ابدا اغير فيها لو انا عايز اغير فيها. بس خلاص انت دخلتها قبل كده، ف ما انصحش انت تغير فيها. اللي انت ممكن تغير فيها الريبورت تايب، تقول مثلا عايزه لا ستاندرد، انا عايزه سيمبل، انا عايز ديتيلز. ماشي، ممكن تدخل في الديتيلز تبدا بقى تشوف المبنى. ممكن تقول مثلا عايزك تعمل هايلايت على الحته ديت، تمام، بحيث تشوف المبنى ديت انهي حته فيها اللي انا محتاجها. ايزوليت، عايش في الحته دي بس مشوفش الباقي. البندنج سيرفيس ممكن تغيره. الهيتنج انفورميشن، درجه الحراره، الحاجات ديت ممكن تبدا تغيرها. الكولينج انفورميشن، الاوت دور اير، برضه تقدر تغير كل الحاجات ديت. تمام، لاحظ ان العالم دي بقى فيه لسه في حاجة معلومة انا مدخلتهاش. تمام، طيب دلوقتي انا لاحظت ايه في المبنى؟ بلاحظ ان فيه لسه سبيس مش محطوطة، اللي هي السبيس ديت. تمام، فادور عليها احطها. هي موجودة في الجزء دوت، ماشي، ادور عليها. اهيت موجودة هنا، اقول له سبيس وهاجي هنا احطها. تمام، ومفروض بقى ان انا ادخل اظبط البلوم بتاعتها. تمام، لو في اي حاجه عايز ادخلها، السيلينج، الفلور، الوول، اي معلومات هتفيدني في الاحمال بتاعتي، ديزاين شفاك لود بير اريا، لو انا عايز احدد المساحه بالاريا، كل كم متر هياخد قد ايه، اذر لود، كل الحاجات دي ببدا ادخلها البيانات بتاعتي اساس ان المعلومات كلها تبقى سليمه. بعد كده برجع تاني الانالايز هيتنج اند كولينج لودز. خلاص كده المبنى مفيش حاجه ناقصه، بقول له كالكوليت، بيقعد يحسب ويحسب ويحسب، بيجي عند 88 برضه بيقعد يحسب بس يطول شوية. زي ما انتوا شايفين الموضوع بسيط جدا وقريب من الهاب، يمكن اسهل منه. يكفي ان انا مثلا مبضطرش ان انا اقعد احدد الحيطان واحدد الابواب واحدد الاماكن ديت واعرف مساحة الاوضة، لا ده هو بيحسبها اوتوماتيك. وبعد كده بيجيب لي تقرير زي ما انا عايز. اهو التقرير موجود اهوت، في كل زونة المعلومات عنها. الموضوع بسيط جدا وسهل. عمرو سليم، رسام هندسي.